لا عبد شوف الله شوف اعتقد ايه يلا شوف بس رجاء كل واحد يقول فكرته بدون ما حد يقاطع ارجوكم. في فرق انك تكون انسان عاطفي في ارائك، احنا كلنا ابناء البلد، لكن شو معناها اي شيء يسويه المدرب اني اتفق معاه، لان في معطيات. مثلا المباراه الماضيه انا واحد كنت اتمنى انه يلعب نفس التشكيله الاساسيه مع البيرو. راي المدرب ما سواه مش معناه ان انا رايي صح او خطا. ليش؟ لان انا اقول اشوفك في باقي لي مباريتين العب مع بيرو بالتشكيله، واجي المباراه هذه عشان اللاعبين يستفيدون من اخطائهم. لكن في ناس قالوا لا اللي سواه المدرب صح، انا احترم وجهه نظرك، لكن في المنطق في علم كره القدم ما يصير العب مباراه والعب لاعبين وثاني يوم انسقهم. هل هذا منطق؟ لا بالنسبه لي لا والله، بقول ما دام انا لاعب ابى نسقه. لا يا اخوي لاعب لاعب بلعبه. بس عبد الله الفلاح، عبد الله الفلاح يقول كره القدم ما هي علم، يقول لك ما هي علم. الحضر ينسقهم ما علي. انا بقول لك الان مو مساله ثانيا يا اخي، اذا بنتكلم على العاطفه بنتحول كاننا نحقق رغبات الجمهور، وكأنه احنا لازم نكون اليوم مثلا شعارنا احنا مع المنتخب. نعم مع المنتخب، لكن اليوم المنتخب لما يخسر اقول المنتخب عنده هنا خطا، عنده هنا خطا، عنده هنا خطا. هذا مع المنتخب، لكن لما اشوف خطا تقصير منتخب اقول لا المنتخب ما عنده اخطاء. انت مش مش انت مش وطني، انت عاطفي. ثانيا يا اخي سمعوا، احنا بشر، لا قلنا راي مش قران. ممكن انا اقول هذا الكاس فيه ماي، وممكن واحد يقول فيه 7 أب، صح والله لا؟ نفس الشيء نفس اللون. واضح. لحظه اي معلش في ناس تجي مع الاسف اخوي فيصل او غيره يجي يتحسس يقول لا حد يزعل مني. لا يا اخي قول رايك، واللي يزعل في الطقاق. انا قلت لا حد يزعل. اسمع لي، اي مساله تحسسون لا احنا بس ما تقول رايك. لا ما قلتها، لا ما قلتها. مش مبني رايك، مساله تقول انا خاف اللعيبه يزعلون. يا اخي اسمع لا بس بدون بالطقاق لو سمحت، بدون بالطقاق. اسف بالطقاق. انت قول رايك، والإنسان المحترم المتعلم يحترم آراء الآخرين صغيرة وكبيرة. أنا إنسان أحترم آراء الآخرين لأن أبغى الناس تحترم آرائي، لكن مو معناها أنها تتفق معاي. فلذلك لما يجيني أخوي عبد الله اليوم يقول أنت قلت في المباراة، يا أخي أنا بشر قلت وفق معطيات. لما أقول وفق معطيات اليوم مثلا أنا قلت للمنتخب اللي انهزم من 8 كان جيل ممتاز ولاعبين كبار، ومع ذلك الجيل اليوم لعبوا قدموا افضل بالنسبه لهم. الان انت تفسرها انا امدح ولا اذم؟ بس يا حمد مثلك هذا اسمع لي غلط. خلي خلص خلي خلص جزيده، خلي خلص جزيده. كاس عالم مباراه رسميه بمباراه وديه، خلي خلص. شلون ما لحظه هذا اختلف معك. معلش معناه انت الان اذا لحظه تختلف معي احترم وجهه نظرك، بس انت الان تختلف مع نفسك لانك تقول وفق مباراه اليوم انا متفائل. طيب شو اللي خلاك متفائل؟ المباراه الوديه الشكل العام، يعني مباراة ودية ولا رسمية؟ ارجع لكلامي. لا عشان لا تقولني انا قلت 2-1 4-1، انا بقول حاجة اسمها الشكل العام، يعني مباراة 8-0 مع هل يعني تعطيك حكم ولا لا؟ هل يليق بي اني او اني انا انسان اقول ناقد اقول والله محمد دعيع يتحمل الثمانية اهداف كلها؟ لا طبعا. لا طبعا. يا ابو عنان خلص جزئيتك يا ابو عبد الله. دقيقة لا ما خلصت. خلص يلا عشان عبد الله انا عشان بكلمتين عشان تقول ما خلص ما خلص كلام. لا تتكلم. ارجوك يا ابو عنان ارجوك يبي يجيب كلام اللي تبي بتقوله. ابو عنان ما يصير لما ابدي انطباع وتقول لي ما اقارن، انت اللي قارنت، انت اللي اعطيت انطباع. كمل جزئيتك لو سمحت. خلنا اكمل جزئيتي، انا اقول احنا هنا مستأمنين، لما يجي الواحد يقول رايه باللي هو مقتنع فيه. اوكي. مش الراي اللي ابغى يسجلون لي الناس الاعجاب او يزيد عدد متابعيني، والحمد لله اني مش في تويتر، لاني انا اقول رايي باللي ضميري، واقول ان رايي خطا قابل للصواب وراي غيري صواب قابل للخطا، انا احترم الجميع. ممتاز. لكن ما نقعد نحن نتصيد على بعض يا جماعه. احنا نقول وجهات نظر قابله للخطا والصواب. خلص يعني خلص يا خلص يعني خلص. يوم صادوق قلت لا تصيدون يا جماعه. خلص. ها عبد الله خلص رد على وش عندك رد عليه؟ اول شيء اكثر واحد يتصيد في العالم. لا رد على الكلام. خليني اقول اول شيء.